سلام، مثل ما تعودتوا من رفروف ارت شانل كل شيء جديد بتلاقوه عنا. اليوم رح نتعلم كيف نساوي وردة نافرة. كل اللي بحاجة له كرتونة A4، كرتونة مقطع A4 مقطع بعرض 1 سنتي تقريبا، وبدنا يوهو اكيد مع سيخ خشب لنلف عليه الكرتون. الخطوة الاولى اللي بدي اعملها رح اجيب السيخ كرتوني، هحط شوية جلو عليها من هون ولفها على السيخ بهالشكل. هيدا هاي لفيناها وبلفها على الأخير بهالشكل هيدا لأوصل للنهاية وبسحب الكرتوني. رح أتركها شوي لا تفتح ما كتير، برجع بحط جلو من الطرف وبسكرها بهالشكل هيدا. صار عندي شكل دمع. بكرر العملية بالألوان اللي اخترتهم أنا للورد تبعي. أنا اخترت اللون الأصفر واخترت اللون الأورنج وأكيد اللون الأخضر للقاعدة تاعت الوردة. هجيب الجلو دائرة شوية أشعة هجيب شكل الداخل من هون داير من دار رح حط الأورنج بهالشكل ليبين عندي فتحة الوردة داير من دار. هلا شوية جلو وبحط اللون الأخضر، ننزل شوي نفس العملية بعملها هون. هالمرة الأورنج من الداخل داير من دار حنحط اللون الأصفر. لخلص الشكل كله هاي بكون أنا خلصت الوردة تاني. هلأ بالنسبة للعرق تاع الوردة هجيب اللون الأخضر شوية جلو ما بكتر وبلف، بس هالمرة ما بلفه للآخر، بلف جزء منه بهالشكل هيدا. بحط جلو وبحط العرق عندي بهالشكل هيدا، بحاول سبته على الجلو بهالشكل. هجيب دمعات الخضر ولزق على العرق تاعي هون. كمان في عنا عرق تاني وعنا الكأس تبع الوردة، هنجيبه بهالشكل. نرجع نعمل نفس العملية اللي عملناها بالعرق التاني، نثبته بهالشكل هيدا، نجيب جلو نثبت عرقنا هون كمان. بنحط الوردات الورق تبع الزهرة بهالشكل هيدا. وهاي الوردة هون الورقة كمان بنحط عليها زهرة.
ورقة الخضرة هاي نكون احنا خلصنا مشروعنا. وردي النافرة، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا، واذا عم بيعجبوكم فيديوهاتنا بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب اذا بعد ما عملتوا. ان شاء الله نلتقى فيكم بفكرة جديدة، وإن شاء الله تعجبكم كمان. باي.